على كل الآن سنذهب إلى موضوع آخر، موضوع مهم جدا ورأس المال البشري. يعد المورد الأهم في الاقتصادات والشركات، فالمعارف الجماعية لدى القوى العاملة ومهاراتها وخبراتها هي المساهم الأكبر في نجاح الأعمال. ما أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وكيف يخطط له؟ سيجيبنا مباشرة من رام الله الخبير والمستشار في التنمية البشرية والتدريب القيادي الدكتور محمد بشارات. دكتور محمد صباح الخير. صباح النور أمين لك واشتتلك، وصباح النور كمان لمتابعينكم ومشاهدينكم الكرام. شكرا لك دكتور. إذن رأس المال البشري اليوم موضوعنا، بداية خلينا نفسره، ما هو رأس المال البشري وهل يمكن إطلاق هذا المصطلح على جميع أنواع الأعمال؟ بدي أشكرك جدا. أولا رأس المال البشري هو مصطلح حديث، يعني دعني أقول بلش في بدايات القرن يعني الجديد في بداية السبعينات، لكن في 2010 بدأ الاهتمام فيه بشكل كبير جدا حينما تم الاهتمام فيه وتعميمه على كل منظمات العمل الإنساني والعمل البشري ابتداء. ولما نتحدث عن رأس المال البشري أبي نتحدث عن الاستثمار في قدرات العنصر البشري في المؤسسات الكبيرة أو في الشركات، وهي بناء قدراته وتطوير مهاراته وبناء جداراته ابتداء. والفرق في رأس المال البشري نعرف، وهي قضية جدا مهمة، أنه الفرق في رأس المال البشري بين رأس المال للشركة اللي هو دائما نسميها الأصول، أن الأصول دائما مستهلكة تتناقص قيمتها بعد زمن، عكس الرأس المال البشري أنه تزداد قيمته بعد زمن. ولذلك من هون بلش الاهتمام في موضوع الرأس المال البشري، كيف يمكننا أن نرفع من هذا رأس المال البشري اللي بدأ يحسب بشكل أفضل. في معلومة جدا مهمة قد تفوت كثير من الناس وما بتعرفها، وخصوصا العاملين في قطاع بناء قدرات البشر في داخل الأعمال والشركات، أن تقدر قيمة الرأس المالي البشري بثمانية أضعاف عن الرأس المالي التأسيسي لأي شركة، لأنه بالنهاية العنصر البشري هو الأهم والأجدر الاهتمام فيه، لأنه في النهاية هو يملك 85% من المعرفة والمهارات والمعلومات ذات العلاقة في الشركة أو في المؤسسة اللي موجودين فيها. من هون بلش الاهتمام في رأس المال البشري في تعظيمه، بناء قدراته، تطويره، ومعرفة كيف يتم استثمار هذا الرأس المال البشري بما يعود على الشركة، على أهدافها، على إنتاجها بشكل أفضل وأمثل. طيب بالنسبة إلى أهمية الاستثمار فيه، وكما ذكرت اللي هي أصبحت اهتمام موجود خاصة في الفترة الأخيرة في عدد من الشركات، هذا الاهتمام في رأس المال البشري اللي أصبحنا نلاحظه موجود بكثرة مؤخرا، كيف ينعكس على الانتاجية، الأرباح، التطور أيضا على المدى القريب والبعيد اللي قلت أيضا دكتور محمد وأنه مهم جدا؟ يعني هو سؤال جدا جدا مهم بصراحة، لأنه بالنهاية احنا بنطلع على رأس المال البشري في المؤسسة، بنطلع على الكادر الوظيفي، بنطلع على الموظفين، بنطلع على هؤلاء القدرات والإمكانيات. لما نتحدث عن التطوير بنتحدث عن كيف يمكننا بناء قدرات هذا الرأس المال البشري وتطوير مهاراته ورفع إمكانياته. ولذلك أمين اليوم في مصطلح موجود بالشركات الكبرى بسموها المنظمة المتعلمة، بمعنى التي تعمل على بناء قدرات كادرها الوظيفي، ترفع من مهاراته وإمكانياته. وهذا إيش بيؤدي؟ بيؤدي دائما لزيادة الإنتاجية. الدراسات تؤكد أمين، الدراسات تؤكد أن كلما ازداد الاهتمام بالرأس المالي البشري زادت أضعاف الإنتاجية بثمانية أضعاف، يعني 800% من إنتاج الموظف يزداد إن رفعنا من قدراته ومهاراته. يعني اليوم إذا الشركات تتبنى أن هذا الموظف ليس آلة وليس فقط نستهلكه وليس فقط هو إنسان يعني فقط يعمل وانتهى، لا، وإنسان يقدر، إنسان يعطى المهارات الحقيقية، تبنى المهارات، ترفع جداراته، يتم الاستثمار أيضا في مواهبه، وهذا نقطة جدا مهمة، لأنه في الرأس المال البشري مش إحنا بس بنطلع على بناء قدراته، كمان نرى ما لديه من مواهب وما لديه من إبداع. حينما يوظف هذا الإبداع، هذه المواهب، هذه القدرات في المسار في العمل، إحنا بنحكي عن إنتاجية تزداد إلى أكثر من ثمانية أضعاف. نتحدث على أرباح أعلى، نتحدث على تميز في الأسواق. ولذلك لما نطلع على الشركات الكبرى هيك نظرة سريعة أمين، الشركات الكبرى هي تقوم أصلا على رأس المال البشري، الشركات التكنولوجية تحديدا، واليوم احنا في عالم الرقمنة، تقوم على رأس المال البشري. فلما يكون مهندسيها أو الكادر الوظيفي هو كادر مميز قوي
كبير مطور لديه من الإمكانيات والمهارات والمواهب والإبداع، نجد إنتاجية عالية، يعني نجد أرباح أعلى واستحواذ على الأسواق. لما بنشوف هذه الشركات التكنولوجية الكبيرة تستحوذ على الأسواق بماذا؟ برأس مالها البشر، لأنها تقدر وتعظم من قيمة الموظف، تعطيه مزيد من الصلاحيات، مزيد من التطوير، مزيد من رفع المهارات ومزيد من جداراته، فأيضا مزيد من ترفيهه، لأنه في النهاية يقدر كإنسان. فلما يشوف الإنسان هذا الإنسان أنه جزء من هذا الرأس المال البشري، يصبح شريك في هذه المؤسسة، يصبح شريك في بنائها، شريك في زيادة أرباحها، وأكيد هذا سينعكس على الأرباح ورفع الأسهم والاسم، وأيضا ستكون استحواذ على أسواق كبيرة وكبيرة جدا. محفز جدا وقت اللي يحس الموظف أنه هو يعني كما نقول نحن تابع لرأس المال البشري بالنسبة للشركة. طيب دكتور محمد هيتخم، فسروا أكثر للمشاهدين كيف يتم الاستثمار فعليا في رأس المال البشري، يعني لو نعطي أمثلة على سبيل المثال بالنسبة لهذا الموضوع. تمام، لما نتحدث عن رأس المال البشري نتحدث عن الموظفين، نتحدث عن الكادر الوظيفي بمختلف مسمياته ومختلف مستوياته الإدارية. لما نحكي أيمين على رأس مال البشري نحكي أنه الشركات اليوم لازم تضع أولا خطة تدريب، يعني أنا اليوم كشركة، عشان أعطي مثال بسيط، أنا اليوم وين خطة التدريب لدي؟ للأسف الشديد، للأسف أغلب الشركات خطة التدريب لديها إما أن توضع على الأرفف، أو المال الموضع في التدريب أكثر مال بتم اقتصاصه واقتطاعه. وبتعرف بكورونا ميزانيات التدريب راحت للهايجين وراحت للمواد التعقيم، لأنه في النهاية للأسف الشديد في كثير فهم مغلوط عند كثير مؤسسات أنه لما يصبح هناك في كساد لا نطور الموظف، وهذا خطأ فادح تقع فيه الشركات وتقع فيه أيضا الدول. لأنه بالنهاية لما أنا بطور الكادر البشري برفع من مهاراته، بحط هناك برامج تدريبية تتناسب رفع إمكانياته وقدراته وتطوير مهاراته أيضا ترفيهه وتعزيزه وتحفيزه، هو سينعكس على ماذا؟ على أداء غير عادي. دعني أطرح مثالا، في بعض الدول في أوروبا تعاملت مع رأس المال البشري في قطاعات زي قطاع الصحة مثلا. في بريطانيا قطاع الصحة هناك لا يوجد فيه قطاع منافسي أو قطاع خاص، إنما هو قطاع حكومي يقدر الإنسان فيه، يرفع رأس المال البشري، الأخطاء تكون أقل، إنتاجية أعلى، وكفاءة في أعلى درجاتها. لذلك لما إحنا نتحدث عن أمثلة نتحدث على أنه لما إحنا بنضع خطط تدريب تطوير للموظفين خصوصا في أوقات الكساد، إحنا بنجعل الموظف أن يبدع، يبتكر، يطور، يأتي بأفكار جديدة، ولا يكون دائما هو الإنسان الراكد التي ليس له قيمة. لا، أنا بطور الموظف، ببني من قدرته، بطور من مهاراته، بحفزه، لأنه مهم جدا أنه دائما إذا بتحفز الموظف يعطيك عطاء غير عادي. إحنا دائما بنحكي كلما يحفز الموظف يعطي عطاء غير عادي، ودائما قانوننا الإداري أمين، الأعمال التي تقدر تكرر، لأنه بالنهاية هذا الموظف لما يجد أنه في بيئة عمل تحفزه وتطور مهاراته. وطبعا في أمثلة كثيرة من بينها مثلا التعليم، لما مثلا بعض الشركات تعطي منح تعليمية للموظفين، تعطيهم منح تدريبية تطويرية، تهتم بأسرته، تهتم بعائلته، هذا هو تعظيم رأس المال البشري. لأنه بالنهاية يصبح الموظف في مكان يعتبر نفسه لابد أن ينتمي له انتماء غير عادي. طب كيف ينتمي الموظف؟ لما بتدرب، بتطور، يجد نفسه في معرفة جديدة، في مهارات جديدة يتبناها، في هناك تحفيز له، في هناك عملية انتماء، وأيضا تطوير الواقع اللي هو موجود فيه، بيئة العمل أفضل، الاهتمام بأسرته. تخيل انه كمان الاهتمام باسرته بيجعله انه يجعل عنده انتماء غير عادي لهذه المؤسسه او تلك الشركه، فهون يعظم الرأس المال البشري. اذن خطط تدريبيه فاعله تتوافق وقدرات الموظف، وليست فقط على المهارات الفنيه، لا، المهارات الفنيه والاداريه والقيميه، وايضا مهارات بناء الذات وتطويرها، لان الموظف اليوم لما بيجد حاله بهذه المؤسسه يتطور فيها، بيزداد انتمائه، بتزيد انتاجيته، وفي منهجيه كامله انه توضع خطط استراتيجيه ضمن رؤيه واضحه. لأنه في النهاية لما نؤمن بهذا الإنسان أنه هو شريك مع هذه المؤسسة، أنه جزء أصيل من هذه المؤسسة، أنه جزء من رأس مالها البشري الذي دائما ينمو ويطور، أكيد سيكون عائد كبير على أرباح أعلى، إنتاجية أفضل، انتماء في أعلى درجاته، مما يعني أخطاء أقل، قلة المشاكل، ما فيش عندنا لجان تحقيق أمين، على العكس في عندنا لجان تطوير، فبدال ما نضيع أوقاتنا في لجان التحقيق وحل المشكلات بكون عندنا في أوقات تذهب إلى تطوير وبناء واختراع وابتكار، وبكون عندنا حتى دوائر لتطوير الأعمال بجانبها، لأنه في النهاية نحن نقدر الكادر البشري ونرفع من قدراته. طيب مهم جدا، نلاحظ نحن في كثير من الأحيان أن بعض الشركات تفضل
توظيف شخص جديد غريب عن تفاصيل العمل في منصب إداري بدلا من ترقية موظف سابق يكون عنده خبرة وكفاءة موجودة لسنوات ويستحق يمكن هذا المنصب أكثر من غيره. ما أساس وتبعات هذه الطريقة في التفكير دكتور محمد؟ خلينا أكون جريء شوي معك أمين وأقول لك قمة الغباء لأنه تعرف إحنا عندنا مشكلة اليوم في بعض المؤسسات اللي بتأتي بموظف لا يملك المهارة ولا المعرفة ولا القدرة ولا الإمكانية ليقود مؤسسة هناك من فيها هو أجدر وأكثر قدرة وأكفأ منه. وتخيل الحالة النفسية والحالة التقبلية اللي بدها تكون عند موظف أنا بدي أتقبل أنه مديري يقودني وهو أقل مني خبرة. الإشكالية كبيرة جدا، مما يعني وجود مشاكل، وجود خلل، وسيكون هذا الشخص الجديد يتحول إلى منتقم غير مطور، يعني هو بالعادة لا يملك المهارة ولا يملك المعرفة ولا يملك المعلومات، أكيد الموظف الذي يملك المهارة والمعرفة سيكون عنده ردة فعل، حالة الإحباط ستكون أعلى، وهون للأسف الشديد بصير التغيير مقاومة التغيير الإيجابي، بصيرش تغيير إيجابي، لذلك بتنخفض الإنتاجية، ولذلك الشركات اللي بتؤمن بهذه الطريقة هي لا تفهم معنى الرأس المالي البشري. أعطي مثال مهم أمين، إحنا اليوم في منظومتنا العربية في عنا نظام التقاعد، نظام التقاعد احنا بندفع اموال على هذا الموظف حتى يصل الى عمر ما ثم بنقول روح على البيت بدل ما ان نحوله لموظف خبير او الى مستشار لناخذ من مهاراته ومن معرفته ومن خبرته التي تقدر بالملايين احنا بنروحه على البيت. احنا عندنا مشكله في منظومه التفكير حقيقه في مؤسساتنا في عمليه استثمار راس المال البشري. فلما بنجيب شخص لا يعرف كيف يدير هذه المؤسسه ما عنده المهاره ولا المعرفه ولا الامكانيات اكيد بده يكون اهداف خاطئه، اكيد الانتاجيه بدها تنخفض، المعنويات والحالة النفسية للموظفين ستكون متدنية لأنه شخص لن يقودهم إلى المسار الأفضل. تخيل أنت معاي بكون طابور من الشباب ماشيين وإحنا حطينا مسؤول هذا الطابور شخص كفيف أو شخص غطينا على عيونه وين بده يروح فيهم؟ أكيد إلى الهاوية. وكذلك لما منجيب مدير إلى مؤسسة لا يملك لا الخبرة ولا الكفاءة ولا المعرفة وبده يقود أصحاب الخبرة والكفاءة والمعرفة شوف الحالة النفسية والحالة الإحباط. هذه الإشكالية لها علاقة في منظومة التفكير عندنا في بعض المؤسسات لها علاقة في المخاطر المترتبة عليها وللأسف بتدمر مجتمع وبتدمر بيئة وبتدمر أعمال. طيب دكتور محمد فقط تفاعلا معك في نقطة التقاعد لأنه أحيانا زاد البعض يقول لك وأنه التقاعد يعني هو فرصة أيضا للشباب لدخول إلى يعني إلى الدخول إلى مجال العمل إلى يعني لدخولهم إلى سوق الشغل أيضا لأنه لو يبقى الموظف اللي يجب أن يصل إلى سن التقاعد ويترك مكانه إلى غيره طبعا لو هو يبقى بمكانه أنه لا يمكن أنه يكون هناك شباب موجودين بالمؤسسة، هل هذا صحيح أم خطأ؟ لا ليس هكذا المقصود هنا بالتقاعد. أنا بحكي نظام جدا مهم أمين، المقصود أن يتحول الموظف المتقاعد إلى موظف خبير أو مستشار، يعني هو ينتقل من مكان عمله بيعمل له فراغ وبنجيب موظف جديد ما عندنا مشكلة، ولكن هذا المتقاعد اللي أنا نستفيد من خبراته الآلاف والدولارات والأموال والسنوات بستفيد من خبراته بحطه في مجالس استشارية بحطه في موظف خبير برفع من أصلا بستفيد من خبراته. لأنه أنا بدي أحكي لك معلومة جدا مهمة، الموظف الجديد مهما كان ستكون أخطاءه أكثر أكيد. الموظف الخبير أخطاءه أقل وأيضا قدرته على حل المشكلات أكفأ. فهي القصة منظومة، يعني ليس المعنى هنا أن أمنع التوظيف بل على العكس أنا أسمح للتوظيف هنا أسمح للابتكار وأفتح مجال الاستشارات أصحاب الخبرة حتى لا نقع في أخطاء. فهي قضية منظومة لو أحسننا استثمارها وأحسننا إدارتها بشكل أمثل أعتقد أنه في كثير من الخبرات للأسف الشديد نرسلها إلى البيوت يمكن أن تبني مؤسسات بشكل أكبر ويمكن أن نستفيد من خبراتها دون المساس بعمليات التوظيف الجديدة. على العكس إحنا بدنا الدماء الجديدة وبدنا الشباب وبدنا هذا النفس حتى يندمج بين خبرة وبين إرادة الشباب وهمتهم. هذه الهمة مع هذه الخبرة الأداء بيكون متميز وأكيد الإنتاجية بتكون أعلى. فهي عملية دمج أمين واستثمار رأس مال بشري حقيقي حتى لا يكون عمليا أنه إحنا نهدر هذا الرأس المال البشري، لأنه حقيقة هناك هدر لرأس المال البشري من خلال عمليات التقاعد التي نفعلها في مجتمعاتنا. أحيانا يكون دكتور محمد أحيانا بعض الموظفين حتى لو كانوا يعني يتميزوا بخبرات عالية يؤمنوا بفكرة يعني رأس المال البشري يتم الاستثمار في كل ما يمتلكونه من مهارات ولكن
في حال تمت ترقيتهم أو تم وضعهم بمنصب معين يتغير نوعا ما، تتغير نفسية الموظف ويصبح كأنه يعني يمتلك مسؤولية معينة، فهذا ما يجعله نوعا ما يتصرف بطريقة نوعا ما أكثر يعني أكثر فيها سلطة، أكثر فيها كيفاش نقولوا نحن أنانية مقارنة بالمكان اللي كان فيه، فهذا أيضا له انعكاسات سلبية أحيانا دكتور. شوف أمين، نحكي بكل صراحة هذه من التحديات. نعم قد يظهر بعض السلوكيات السلبية على هذا الموظف، لأنه بالنهاية أنت لما بتضعه في مكان خبير قد يظهر عنده الأنانية، الاستبداد، الاضطهاد، التطاول، وهذا من التحديات. ولكن أمين إذا وضعنا نظام عادل وسياسة واضحة وشفافة، ووضعنا أدوات أيضا تستطيع أن تجعل هذا الموظف نستفيد من مهاراته دون السماح له بالاستبداد أو التطاول أو الأنانية أو حبس المعلومة عن المؤسسة أو الشركة، بعتقد أن الأمور بتكون عادلة. هذا الموضوع بحاجة إلى منظومة، بحاجة إلى طريقة تفكير ونظام وسيستم خلينا نسميه، عشان يكون في برامج فاعلة كمان تدرب هذا الخبير كيف يعطي خبرته دون أن يكون في حالة سلبية أو في جو سلبي أو يصنع جو سلبي. وبنحكي لك بصراحة كمان هذا الشخص الذي سيمارس هذا النوع من السلبية لا من روحه على البيت، يعني باي باي يروح على البيت. احنا بدنا الخبير الذي عنده استعداد وعنده تمكن وعنده خبرة حقيقية وليست خبرة زمن. يعني القصة صحيح. كمان أمين مش هي عدد سنوات، هي خبرات متراكمة، لأنه في ناس مرات خبرته 3 أيام بس مكررة على 60 سنة. لا أنا ما بدي هذا النوع من الخبرة، إحنا بدنا الخبير اللي عنده جد منفعة حقيقية بتعود على المنظمة أو المؤسسة أو الوزارة ويوضع في المكان الصحيح ضمن أدوات فاعلة وضمن أدوات أيضا رقابية، لأنه كمان في رقابة لا يترك الأمر على الحبل على الغارب حتى نقدر نقضي على السلبيات أو الأشياء اللي ممكن تظهر بين الحين والآخر. إحنا بالنهاية أمين بشر، ولكن تعظيم رأس المال البشري هي فلسفة إذا فهمناها صح تعود على إنتاجية عالية وأرباح عالية وأيضا بناء قدرات بشرية غير عادية. صحيح، شكرا. نحن دائما نستفيد من الخبرات اللي تقدمها لنا طبعا دكتور محمد بشارات المستشار في التنمية البشرية والتدريب القيادي، حدثنا مباشرة من رام الله. شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا مين، أعطيكم الألف شكرا.